هلال مضغوط عليه من كريم. محمد رمضان يلعب ويعلق رمضان بعرض الملعب، جول 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 جول. ومحمد حسام وجها لوجه وركله الجزاء للنادي الاهلي. عبد النبي عبد النبي عبد النبي، جول 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 جول، جوه جول. هدف اول للنادي الاهلي، اول اهداف احمد سيد عبد النبي هذا الموسم، هدف التعادل للنادي. بياخد نفسه وداخل، جول جول اول للنادي الاهلي. بيسجل صالح نصر اول اهداف اللقاء بعد 3 دقائق. دائما دوريات الناشئين بقى ليها نظره، وادي على طول واحده ثانيه وجول، واحده ثانيه وجول جول جول. فهد جمعه، فهد جمعه بيعدي وبيخش وبيسجل. فهد فهد جمعه ثاني الاهداف، واحد الاستادات المرشحه بقوه لاستضافه كاس امم 2019 الملعب الرئيسي، وجول جول جول جول. العرضيه لا 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 لا، العرضيات عامله شغل النهارده. فهد بيقابلها حلو حلوة 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 حلوة. ايه الجمال ده، بص الفرحة، بص بقى فرحة اللاعبين وهم بقى بيرقصوا مع بعض، فاهمين بعض، بيعملوا شغل كويس قوي مع بعض. وادي على طول بيحاول يمر وليد عطية، وادي العرضية، جول. الله الله الله، ايه الجوال الحلوة دي، والله تنويعة اهداف بيسجلها النادي الاهلي. فخري امامية امامية، ابراهيم السيد دخل في العمق. الله 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 الله، لا لا لا، هدف هدف جميل جميل. استناها وهي نازله من لمسه، ابراهيم السيد عملوا تبادل مراكز حلو قوي لعيبه النادي الاهلي. فخري حط الكره لابراهيم السيد سريعه، ابراهيم جوه المنطقه، ترقيصه حلوه قوي ابراهيم، والثانيه والهدف السادس، الثانيه والهدف السادس، وتاني هدف لابراهيم، وهو اللي مسجل الهدف الخامس والسادس لغايه دلوقتي لتصبح النتيجه 6-0. فهد يحطها لصالح، صالح حلو قوي لفهد جوه المنطقه، يعمل العرضيه والجول، العرضيه وجول جول. جمله حلوه دويتكو في الدقيقه 32، بيسجل صالح نصر الهدف السابع للنادي